بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنخلص المثال، أو هنكمل فيه المثال اللي احنا ابتديناه في الجزء السابق اللي هو بتاع الكونسوليشن. لو تفتكر المرة اللي فاتت وصلنا لإيه؟ وصلنا إن أنا عندي جدول علاقة ما بين السيجما والإي. هبتدي أرسم علاقة ما بين مين؟ لوج السيجما والإي. يعني هنا ده مين؟ لوج السيجما. طبعا عشان دي ورقه سيمي لوج، فانا هرسم في الورقه عاديه خالص، وادي الاي بتاعتي. اعمل ايه بقى؟ ركز بقى معايا في اللي هقوله ده، ركز قوي قوي. فاكرين قلنا ايه؟ ناخد من اقصى الانحناء، ناخد ايه؟ 1 مماس، 2 خط افقي، 3 منصف، وبعدين ده خط مستقيم امده يتقاطع معاه في نقطه، انزل اهي هنا اقدر اجيب السيجما بي سي. يبقى طلع السيجما بي سي ب 2.8 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، او ممكن نقول 28 طن على المتر اسكوير. ده أول مطلوب كان هو عايزه. المطلوب الثاني كان عايز السي سي، اللي هو عبارة عن ناقص دلتا اي على دلتا لوج سيجما. بس يكون الكلام ده فين؟ لو تفتكر الكلام ده لازم يبقى من الخط المستقيم. ممكن أخد نقطتين على الخط المستقيم من النقط من الجدول وأحل بيهم على طول، وده اللي أنا عملته. أدي البوينت 839 ناقص بوينت 717 على لوج 16 على 8، فطلع لي السي سي بتاعي. كان عايز البري كونسوليديشن، واحنا جبناه له اللي هو 2.8 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. المطلوب اللي بعد كده كان عايز الفوليوم اوف كومبريسيبيليتي فور ستريس انكريمنت من 2 لكام؟ ل 4. عشان اجيب الفوليوم اوف كومبريسيبيليتي اللي هي الام في، لازم اجيب مين؟ الاي في الاول. طب الاي في بتساوي ناقص دلتا اي على دلتا سيجما في المرحله اللي هو قالها لي، اللي هي من 4 ل 2. ادي المرحله وادي الاي بتاعتي من الجدول، اقدر اطلع مين؟ الاي في. طب اجيب الام في ازاي بقى؟ بتساوي الاي في على 1 زائد مين؟ الاي انيشال. في القصه ديت طلعت لي الام في اللي هو الكوفيشنت اوف ايه؟ اوف كومبريسيبيليتي. كده يبقى انا جبت المطالب اللي هو جايب عايزها من مين؟ من الايه؟ المساله بتاعته. هتبقى لينا بقى ايه؟ احنا جبنا الحاجات اللي هي بتيجي من التجربه. نطبق الكلام ده ازاي على مبنى موجود اللي هو كان مديهول اللي هو الفاونديشنز، ونطلع منه الهبوط اللي هو عايزه. ده اللي هنشوفه في الجزء القادم بإذن الله.